السلام عليكم ورحمة الله، برحب بيكم متابعينا على اليوتيوب. الفيديو النهاردة جامد. هنعمل النهاردة المكرونة اللي طلبت مني كتير قوي، الصوص الابيض والوايت صوص. خلينا نشوف ازاي هنبدأ. يلا نعملها، يلا بينا نبدأ نشتغل. بجيب عندي صدرين اتنين من الفراخ واقطعهم عندي مكعبات صغيرة، ونبدأ ان احنا نديلهم تتبيلة. عبارة عن ايه؟ بص عشان ما اعيدلكش الدنيا، خل وليمون ودقيق وملح، ودعكي بيهم كويس جدا اي صدور عندك، وابدأي ان انت ايه عشان تطلع منهم اي زفاره. بعد ما نقطعهم مكعبات بنحطهم كده، وبعد كده بنقوم حاطين عليهم بصلايه مبشوره، يعني لو شويه سلح وكده من البشر عادي، يعني مش هيحصل حاجه. وبعد كده عندي طماطميه مبشوره، وبعد كده بقوم واخد عندي شويه من الملح، وبعد كده شويه من الفلفل الاسمر. جميل جميل. بعد كده بقوم واخد عندي شويه من البهارات، بهارات المشكله ديت. الله عليك، حلو الكلام ده قوي. وبعد كده بقوم ايه بقلب الخلطه دي كلها مع بعضها، واسيبها حوالي 10 دقائق كده ولا حاجه، ولا ربع ساعه فين في الثلاجه قدام حضرتك اهي. اغطيها بالستريتش، وبعد كده ندخلها عندنا الثلاجه. حل عندي على النار، بقوم حاطط لها شويه من زيت الذره. جميل. واحط لها شويه صغيرين من الملح، سنه بسيطه جدا من زيت الذره والملح. وبعد كده بقوم واخد عندي المكرونه القلم، ونبدا ان احنا نسقطها. اشتغلي بنفس الخطوات اللي احنا شغالين بيها ديت، وبعد كده قوم مديها تقليبه واسيبها على النار تغلي. نصيحه مني وانت بتغلي المكرونه، سيبيها على النار كده اهوت، ما ايه ما تغطيهاش. نيجي بقى على الايه، على القنبله بقى. بعد ما الفراخ قعدت معايا ربع ساعه عندنا فين في الثلاجه، نعمل ايه يا باشا؟ نقوم حاطين عندنا، الله عليك، زبده. نسيح الزبده عندي على النار، مكعبين زبده كده طبيعيين كده محترمين ولاد ناس. ونقوم واخدين على طول عندنا ايه، صدور الدجاج اللي انا متبلها ديت. الجمال وابدا ان انا اشوحها عندي كويس جدا عندي على النار مع الزبده. وبعد كده ببدا ان انا احط عندي ربع مكعب مرق، تمام، اطعم بيه الدجاج ده. الله الله، ونقلب. مفيش اسهل من كده والله، تعملها في البيت دلوقتي تقومي تعملها حالا. وبعد كده نقوم حاطين ايه، بص كده، يعني ربع معلقه دقيق صغيره. المشروم ده انا جايبه كومبوت، شطت منه الميه وشطفته عشان الماده الحافظه، لكن لو فريش طبعا هنحطه قبل ما نحط الدقيق. ونقلب الخلطه دي كلها مع بعضها. الله الله. بعد كده حاطين عندنا الحليب الدافي قدام حضرتك كده. وبعد كده نقوم حاطين عندنا 3 ارباع كوب كريمه من الطهي، كريمه طهي. شفت الحته اللي مش عامله ازاي فيها؟ وبعد كده نبدا ان احنا نقلب ونسيبها على النار لحد ما تبدا اللي هي تغلي، ولما تغلى نقوم واخدين عندنا المكرونه ديت مسقطينها جواها. بعد ما الصوص قدام حضراتكم اهوت بدا يغلي، والله ريحته زي الفل، صلاه النبي. اهم حاجه بس ايه، نصيحه من محمد اخوكم بعد اذنكم، مكرونه ما تتسلقش يعني ايه 5 دقائق بالظبط وشيليها. بص هتلاقيها ايه، تحس لسه ما استوتش. حضرتك هتسوي فين؟ هتكمل تسويتها فين؟ في الصوص الجميل ده اهو، يعني ايه 5 دقايق بالظبط، والباقي ده اهوت كده اهوت، نقوم واخدينه حضرتك كده اهوت وحاطينه فين؟ هنا في المكرونه. مكرونه نقوم حاطينها في الصوص، ونسيبها حوالي 5 دقايق بقى، ونهدي عليها النار خالص، ونستمتع باحلى شويه مكرونه. وراها لك بعد ما تخلص الكثافه بتاعتها تبقى عامله ازاي. وزي ما انتم شايفين كده المكرونه يعني بدات تبقبق كده، سامعين الصوت بق 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 بق، تعرف ان هي ايه، يعني دخلت في المرحله النهائيه من التسويه. خلاص اهيت، يعني اديها كده تقليبه كده اهو بسيطه. بص بدات تتقل اهي، فتكمله التسويه بقى بتاعت المكرونه هتبقى موجوده في الصوص نفسه، فهتقل الصوص وفي نفس الوقت المكرونه ما تعجنش مني. دي اهم حاجه تخلي بالك منها في موضوع المكرونه بالصوص الابيض اللي احنا بنعملها. 5 دقايق بالظبط انا موطي عليها النار بقى، يعني ايه نار متوسطه، وبعد كده نبدا نشيلها ونقدمها مع بعض. بعد ما جبنا كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله، بص الصوص عامل ازاي، والله هتاكلي صابعك وراها ما كلام، يعني بجد جربيها وشوفي هتبقى الموضوع عامل ازاي.
بنجيب عندي اطباق الميلامين ديت الهابي شيف الجميله اللي هتلاقوها في صفحه برايتز هاوس دي، بتجيبوها كده اهو ونبدا نحط فيها. حلو، اطباق جميله وضد الكسر، وبصراحه انا بحب جدا اشتغل فيها. بتقومي جايباها كده ونبدا ان احنا نحطها، وبجيب عندي منديل كده صغير وبمسح عندي الاحرف ديت او الحروف دي كويس. اهي بص عامل ازاي، مكرونه مش معجنه، باينه خالص قدامك على الكاميرا اهي، اللي هي المكرونه مش معجنه خالص، تطلع معاك ان شاء الله زي الفل. هجيب عندك ديت اهي، احط تاني طبق، وبعد كده نقوم مقدمين تالت طبق عندنا. اللي عنده جبنه برمجان يضيف عليها شويه صغيرين، تدي طعم افضل طبعا. واللي عنده جبنه رومي ممكن يضيف شويه صغيرين، انا ولا هضيف ده ولا هضيف ده بصراحه، يعني انا هضيف ايه يا عمنا اللي هو الكزبره المفرومه، شويه كزبره كده مفرومه عليها من فوق. ودي كده بس، دي كده الشكل النهائي عندنا للمكرونه بتاعتنا. وبكده تكون حلقتنا تكون خلصت، وصفتنا تكون خلصت على اليوتيوب. يعني اتمنى بقى يعني كل اللي بطلبه منكم اللي هو بس تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل ما هو جديد ان شاء الله في عالم الطهي. اتمنى طبعا المكرونه الوايت صوص ديت تعجبكم، واروح اكل انا بقى. اشوفكم على خير، سلام عليكم.